لا مشفتهاش، بس كارما كانت فاتحة الدولاب وماسكة الكيس ده. يبقى هي كارما. بابا ممكن تشغل التكييف شوية عشان الجو حر ومش عارفة اذاكر. حاضر اشغلك التكييف، اهم حاجة بس انت ركزي في مذاكرتك. بابا انا جعانة مش عارفة اركز في المذاكرة، ممكن تطلب لي بيتزا؟ بيتزا؟ لازم بيتزا يعني؟ ماشي يا جولة هجيب لك بيتزا، اهم حاجة بس انت تركزي في مذاكرتك. طب بابا ممكن تحفزني؟ احفزك؟ احفزك ازاي يعني؟ يعني اديني 200 جنيه كده عشان اركز شويه. ماشي يا جوري هديك 200 جنيه، اهم حاجه تركزي في المذاكره عشان تنجحي. 8 days later. ايه يا جوري عملتي في الامتحانات؟ الحمد لله تمام. طب مش عايزين اشغلك التكييف؟ لا عادي الجو مش حر قوي. طب يعني ما نمسكيش في بيتزا كده مثلا؟ بيتزا؟ بيتزا ازاي يا بابا؟ انا بحب المسقعه اللي ماما عاملاها. تاكلي مسقعه ماما؟ طب ما نفسكيش في 200 جنيه تحفيز كده مثلا؟ فلوس؟ فلوس ايه يا بابا؟ ده انت عندي في الدنيا، انا مش عايزه منك حاجه خالص. طب ما قلتليش عملت ايه في الامتحانات؟ الصراحه يا بابا انا سقطت. بابا بالله عليك قول لي ايه رايك في رسمه الارنب اللي بياكل جزر ده؟ حلوه قوي. ايه ده؟ ايه في ايه؟ انت مش قلت لي ارنب بياكل جزره؟ ارنب بياكل جزره. فين الارنب؟ صح انا نسيت اقول لك، اصل هما كانوا ثلاثه، هو بقى الارنب خد اتنين ومشي. يعني الارنب كل الجزره ومشي صح؟ فانت ما رسمتيش الارنب اصلا. حلو يا جوري. بس ايه رايك؟ بابا انا عندي موهبه وعايزه اغني. تغني؟ تغني فين؟ اغني شبه الاطفال بيغنوا شفاس كبس كده. ذا فويس كيدز؟ ايه ذا فويس كيدز؟ قصدي ذا فويس كيدز. ذا فويس كيدز. وانت بتعرف تغني بقى؟ اسمعك صوتي؟ استنى. ترى فيك الهوى شوية عادي وعليك بتنزلي. ما تفوني ما حقك عليا، طور غزال ما زلزلي. تعالى دلعك واللي ايه بالعب. هاي عجبتك؟ طبعا عجبتيني، ده انت المفروض تغني على نفقة الدولة. ده انت نمبر ون يا بنتي. عيد ميلادك الشهر ده، عايز ايه في عيد ميلادك؟ والله عيد ميلادي بس هدايا تكون رخيصه مش غاليه. لا خلاص هقول لكم على حاجه مش غاليه قوي، انا بصراحه نفسي في نظاره وفي ساعه. بكام يعني دول؟ يعني مثلا النظاره تعمل لها في حدود 700 جنيه. انا هجيب النظاره. لا انا اللي هجيب النظاره. لا انا. بس بس بس. طب ما في ساعه ب 500 جنيه. خلاص انا اللي هجيب الساعه. لا انا. في نظاره ب 200 جنيه. انا هجيب النضاره. لا لا انا. لا انا. خلاص خلاص انت وهي في ساعه ب 100 جنيه. انا. خلاص انت وهي انا زهقت منكم، انت وهي تقدروا تدوني كام؟ انا 50 جنيه. 50؟ ماشي وانت؟ 10 جنيه. 10 جنيه؟ يعني 50 جنيه و10 جنيه. انا مش عايز منكم حاجه، كفايه بس تقولوا كل سنه وانت طيب. طب ماشي كل سنة وانت طيب يا بابا. جايب لكم خدعة جديدة بقى للي عايز يختفي. يلا يا بابا نجربها بسرعة. يلا نجرب. اجربها في مين فيكو؟ كارما. انت يا كوكي؟ عايز تختفي؟ ماشي هنعد لواحد اتنين تلاتة وتعملي اللي... لا مش هتسقف، هتعملي اللي انا اقول لك عليه يا كوكي يا جوري. ماشي؟ انت مالكيش دعوة يا كوكي. ارفعي ايدك لفوق. جامد. اعملي زي كده يا جوري. 1 2 3. شفتي؟ شفتي؟ يلا خليها الناس
ايه؟ تاني. نرجعها تاني؟ اه يلا المفروض بقى ايه؟ ايه؟ انا نسيت يا لهوي كنت مش هترجع تاني؟ والله نسيتها اختي يا ودني ايه في ايه مالك؟ شفت يا بابا شفت ما عملت فيا ايه؟ ايه ده من ايه ده؟ جيت قصتلي الشعر الزياده اللي هتقصلي ودني بص الدم بص يا بابا بص ودني عامله ازاي؟ يا نهار ابيض وهي ايه اللي خلاها تقصلك شعرك اصلا؟ قعدت اقول لها يا ماما البسي النضاره البسي النضاره قالت لي لا ما تخافيش ودي قصتلي ودني ايه ده؟ دم؟ بابا وماما بتقول لك هات فلوس عشان انزل اجيب سحور عايزه تجيبي سحور؟ في 200,000 جنيه على السفره خديهم وهاتي بيهم مش هتكفي ده اقل حاجه نص مليون جنيه خلاص خديهم خديهم هتاكل مخلل؟ هات لنا مخلل معاكي خلاص هات 100,000 جنيه كمان في 100,000 جنيه على السفره برضو خديهم وهات لنا بيهم مخلل ماشي بقول لك ايه خدي نعم يا بابا في ايه؟ في 2 مليون جنيه على التلاجه من فوق اللي ماما تاخدها عشان الفطار بتاع بكره هدهم لها بس يا رب ما تقوليش مش هيكفوا هيكفوا ان شاء الله ما تقومي يا جوري تجيبي لنا اي عصير كده ولا اي حاجه عشان الفطار نشربها على الفطار بابا والله يا بابا ما قادره بعد الفطار بعد الفطار ايه اللي بعد الفطار ما احنا عايزين عشان طب اقول لك يا جوري معلش روحي هات لنا كيس مناديل عشان مناديل خلصت ماما عايزه مناديل واحنا برضو ما عندناش مناديل في البيت يا بابا بقول لك والله ما قادره بعد الفطار طب قومي يا جوري روحي ادفعي النت طيب الباقه خلص ما فيش نت عندنا قومي ادفعي لنا النت يوه هقول تاني يا بابا مش قادره بعد الفطار بعد الفطار ماشي كل حاجه بعد الفطار ماشي يا جوري ممكن تديني 5 جنيه انت لأجر عجل زي صحابي بعد الفطار